وكذلك المكاسب الوطنية التي يمكن أن تحدث من خلال هذا الدعم. لك 12 دقيقة، تفضلي، المجال لك. The Good Food Institute is an international non-profit working to make the global. نحن منظمة غير هادفة للربح، نعمل لتحقيق رفاهية الشعوب، ونحن نعمل سويا مع العلماء ورجال الأعمال وصانعي السياسات لتقديم بروتينات بديلة باعتبارها حلول ضرورية لجعل هناك ولتحقيق الأهداف الخاصة بالأمن الغذائي. والسبب في ذلك يكون هو أن الاستهلاك الحالي هو الاستهلاك الأعلى الذي لم يحدث من قبل. هناك زيادة مضطردة في استخدام اللحوم سوف تكون بحلول عام 2050، والمشكلة تكمن في أن الزراعة الخاصة وتربية الحيوانات بشكل صناعي ليست هي الطريقة المثلى لهذا الأمر. والدجاج هي الحيوانات الأفضل مناسبة لتلبية الحاجات للحوم، ومعدلات التحول أسوأ لأنواع الأخرى من الحيوانات. وبشكل عالمي فإن غالبية المحاصيل التي نزرعها يتم زراعتها للبشر والحيوانات أيضا، ولكن في نفس الوقت فإن هناك 8 مليار شخص في العالم يعانون من سوء التغذية بسبب عدم الحصول على كميات مناسبة. نحن نشغل المزارع ثم نذهب بالحيوانات إلى المجازر، وبعد ذلك يستمر الأمر تكرارا. هذا يستهلك الطاقة ويؤدي إلى التلوث، والأمم المتحدة قد اعتبرت زراعة تربية الحيوانات بشكل صناعي هي من أكثر الأمور تلويثا للبيئة. علاوة على ذلك فإن 70% من كل المضادات الحيوية المشاركين، ونذكركم بالحالة الطارئة والحاجة لإنفاذ التزاماتنا نحو اتخاذ إجراء فاعل نحو التغير المناخي. عبر الأسبوع الماضي لقد عملنا تحت رئاسة توسيو ماريان وللوصول لإنهاء الأعمال حول بعض الأعمال الهامة التي سوف تؤدي إلى الإسراع بالعمل المناخي. ونيابة عن فريقي وكل الحاضرين، فأعبر عن تقديري وامتناني لهذا العمل الجاد وهذا الالتزام، ليس فقط الأسبوع الماضي ولكن عبر الثلاث سنوات الماضية. زملائي الأعزاء، لقد أنهينا العمل الخاص ببعض القضايا، ولا زال هناك الكثير من العمل أمامنا، ونسعى لتحقيق نتائج ملموسة التي نستطيع أن نفخر بها. يجب أن نتحرك ونحرك التروس وننتقل إلى مستويات أعلى من المساهمات الدولية، وتكون لدينا مشاركات واستشارات مع المجموعات المختلفة. ورأيت كيف سيكون العمل في الأيام القادمة على ثلاث مسارات. أولا، الاستمرار في المناقشات الفنية والبنود الخاصة بالأجهزة الحاكمة فيما يتعلق بالقضايا المقدمة من خلال الجهات المختلفة للوصول إلى اتفاقات وسياسات. وثانيا، استمرار المشاورات الرئاسية وحول تغطية القرارات والمتعلقة بكل القضايا التي تم طرحها في الجلسات الافتتاحية. وثالثا، أن يكون هناك استشارات وزارية تركز على القضايا السياسية التي تبدأ من يوم الأربعاء. وفيما يتعلق بالعمل الفني، سوف تبدأ المشاورات حول عدد من البنود بالشكل المعتاد ومن خلال الجلسات العامة للكوب. المعلومات حول هذه المشاورات سوف تستمر في إتاحتها، وسيكون هناك برنامج يوميا على CCTV. ونتوقع لأغلب هذا العمل أن ينتهي بحلول يوم الأربعاء. وعلاوة على ذلك، فكما أشير من خلال الرئاسات وفي الجلسة الختامية في يوم السبت، كان هناك عدد من البنود التي لم نصل إليها لبنود ختامية
الإعلامية، ودعوني ألقي الضوء بشكل مختصر حول العمل الذي تم إنجازه في هذا الشأن. قالت لي توسيان أريان وأخبرتني حول إنهاء بعض الأمور الخاصة بالتخفيف والتكيف والخسارة والضرر والزراعة والنوع الاجتماعي وإجراءات الاستجابة، وأيضا طلبت من المساهلين كارلوس فيلر أن يستمروا في المناقشات حول برامج عمل التخفيف، وأيضا أندرو فيرون وليو تشانس للانتهاء بالمراجعة الخاصة بالهدف العالمي بعيد المدى. فيما يتعلق بالتكيف فقد طلبت من لاتسي وجينز فيور في الاستمرار في العمل حول خطط التكيف الوطنية وتسهيل المناقشات الخاصة بالتقرير والمراجعة الخاصة بلجنة التكيف، وسيد كيشان كومرا سيرينغ وماتياس فورمير لدعم المناقشات الخاصة بالهدف العالمي حول التكيف. فيما يتعلق بالخسارة والضرر فلقد طلبت من لوكاس دي بيترو وكوريليا ييلا أن يستمروا في تسهيل الإجراءات الخاصة بشبكة سانتياغو حول الآليات الدولية في هذا الشأن. فيما يتعلق بالآليات التعاونية فلقد طلبت من كوكي سوزامينو وبيير ستاينسن لكي يستمروا في تسهيل الإرشادات الخاصة بالإشارة إلى الفقرة 62 وكيت هانكوك وسونام تشاسي للعمل في القواعد والنماذج التي تم إنشاؤها من خلال المادة 64، وماريا وجاسي وشاكلين روسيجا للاستمرار في تسهيل العمل برنامج العمل في الإطار الخاص بالمنهجيات الغير سوقية، وسونام تشاسي وكيت هانكوك للاستمرار في تيسير الأمور الخاصة بآليات التنمية النظيفة المرتبطة بالفقرة 75B. فيما يتعلق بقضية الزراعة فلقد طلبت من ميلاغروس ساندوفال ومونيكا فيوجي في الاستمرار في تيسير العمل الخاص بالزراعة. فيما يتعلق بإجراءات الاستجابة فقد طلبت من أندري مارسو ودانيال ووترشو للاستمرار في تيسير الأمور الخاصة بالمنتدى الخاص بتأثير التنفيذ فيما يتعلق بإجراءات الاستجابة وكي بي وبي اي، وأخيرا طلبت من هانس هنا الهاشمي أن تسهل تيسير المناقشات حول النوع الاجتماعي والتغير المناخي. وأتمنى أن أعبر عن تقديري وامتناني لكل الميسرين لرغبتهم في القيام بهذا الدور الهام، وأنا أدعو كل الأطراف إلى استخدام كل الطرق المتاحة للتقدم لإنهاء العمل الفني بنهاية يوم الثلاثاء. فيما يتعلق بالمناقشات الرئاسية ومناقشة رؤساء الوفود سوف يتم غدا للاستمرار في المناقشات حول القرارات. أيضا هناك مناقشات رئاسية أخرى ستستمر، وهناك معلومات حول اللقاءات والتقدم الذي يمكن، وهذا ممكن أن نجده على الصفحة الخاصة بالموقع الخاص بمؤتمر المناخ. وأيضا هناك مشاورات رسمية حول الأمور الخاصة بالأمور السياسية بدءا من يوم الأربعاء، وسوف أقدم المزيد من المعلومات حول هذا الأمر قريبا. ولقد طلبت من كل فرق التيسير أن تخبرني دائما بالمستجدات بشكل يومي، وأن يكون هناك نصوص ونسخ خاصة بهذا العمل، وأن يكون هناك عمليات شفافة، وأن يكون هناك اجتماعات مستمرة للوقوف على مدى التقدم الذي تم إحرازه وكذلك القضايا الناشئة، بالإضافة إلى عمل تحديثات للاجتماعات ويتم نشرها على الصفحة الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي. وأيضاً
نحن منفتحين للتعامل مع كل الأطراف لكي نضمن أن يكون هناك إنهاء لهذا المؤتمر في يوم الجمعة 18 نوفمبر. وأعتقد أن هناك بعض الموضوعات ستكون مفتوحة حتى يوم الأربعاء 16، وأولويات اليوم الخميس 17 أن نستمر في العمل ونترك الوقت الكافي للإعدادات وللوثائق. والهدف المشترك لنا هو أن نصل لقرارات وخاتمات مؤكدة فيما يتعلق بنتائج مؤتمر شرم الشيخ، وأتمنى أن تكون هذه المقاربة مقبولة لكم جميعا. السادة الزملاء، عبر العام الماضي وفي خلال العشر أيام الماضية كان هناك رسائل قوية من العلوم ومن البشر ومن الخطوط الأولى تذكرنا بخطورة الموقف والتكلفة الخاصة بعدم الفعل وأهمية المفاوضات. أيضا سمعنا رسائل قوية تطالب بالطموح الخاص بالنتائج التي تسعى إلى التنفيذ فيما يتعلق بالمدى والسرعة. رؤساء الدول والحكومات أيضا أظهروا التزامهم ورغبتهم في أن يكون لديهم المزيد من الطموح، والأمر يعود لنا الآن لكي ندرك في هذه المناسبة أن هناك استجابات وهناك دعوات من مجتمعاتنا في كل أنحاء العالم وتتطلع للمزيد من النتائج. الوقت ليس في صالحنا والعالم يشاهد، دعونا نتحد وننجز العمل الآن. الزملاء الموقرين، لدينا العديد من الجلسات التي ستبدأ، وأتمنى لكم جميعا يوما منتجا وثريا. هل هناك أي وفود تود أن تتولى المنصة؟ أرى أنه لا يوجد أحد. إذن أتمنى لكم يوما مثمرا وأشكركم جزيل الشكر.